قليل لحود صباح الخير. يعني ما فينا ما نتوقف عند هيدا المحطة بس نحكي عن قليل لحود. هي كانت مرحلة كتير حلوة بمسيرتك ومرحلة مميزة لأنه تجرأت ونقلت الأغنية اللبنانية، أخذت الأغنية اللبنانية معك من لبنان إلى فرنسا. صباح النور أول شيء. كيفك قليل؟ منيحة حلوة الوعي بكير كتير. لا معنا كتير نشطة الوعي. بيصير واحد يتنشط وقت يشوفكم. ايه اكيد. هلا كل ما بشوف مرحلة The Voice او هذا المشهد لحظة حلوة، برجع بعيش نفس الاحساس. هلا بيقول واحد انه خلص صارت وراه الشغلة، بس ذكريات كتير حلوة، يعني اكسبيرينس ما فينا اعتبرها غير كتير ايجابية. قلتي لنا هيدا احلى مرحلة كانت بوقتها. ايه هي ببرنامج The Voice احلى مرحلة هي مرحلة الصوت وبس، يلي نحن بنسميها البلايند اوديشنز، لانه هي المرحله يلي عن جد انه بياخذوك على صوتك، لا بيعرفوا شكلك، لا بيعرفوا مين انت، ما بيعرفوا شيء عنك. فهون هذا تحدي كبير انه يكون صوتك هو السلاح الاساسي لتقدري تتاهلي. صوتك واكيد لفتتهم كمان الاغنيه طبيعي الربانية. طبيعي انه عم يسمعوا نغمات شرقيه ولغه ما بيفهموها. هلا ميكا اكثر واحد لانه امه لبنانيه، فحس انه في شيء شوي قريب له، بس كلهم استغربوا لانه اكيد شيء مش معودين عليه، يعني مش عايسمعوه كل يوم. يمكن The Voice كان بطاقه نوعا ما لك الانتقال نحو العالميه، بس محليا قليل لحود بغنى عن التعريف، عندك نشاطات كثيره كمان عم تقدميها. خلينا نحكي هلا عن اقرب شيء اللي كان خلال شهر رمضان قليل، كان مشاركتك بمسلسل ذهاب وعوده مع النجم المصري احمد السقا، هالمسلسل اللي انعرض على شاشه المستقبل واخذ كمان نسبه كثير كبيره من المشاهده. نحكي عن بلش ذهب وعودة. أكيد ذهب وعودة إكسبرينس كمان بعتبرها تحدي جديد لإلي. وقت اللي اتصلوا فيه شركة الصباح وعرضوا علي الدور انبسطت كتير. أول شيء أنه مع أحمد السقا لأنه هو ممثل أنا بحبه كتير وعجبتني القصة كتير وعجبني الدور. وقت اللي انطرح علي كان في تحدي لأنه أنا بلعب دور بنت فلسطينية، سو كان في اللهجة اللي بده ينشغل عليها، وكمان دور مركب لأنه مطلوب مني يكون مخابرات، يعني بمطرح معين شخصية ما كتير بتبين على مشاعرها، شخصية بتغش شوي ما بتعرف إذا هي منيحة ولا لا. في كتير من الصعوبات أنه تقدري تقنعي بشي عن جد ما بيشبهيك وكتير جديد لإليك، وبذات الوقت في رهبة أنه واحد يكون عم يشتغل مع ناس مثل أحمد السقا وأسامي كتير كبيرة من العالم العربي اللي لأول مرة بتتواجد معهم على نفس السات. بس عاد ما كان في رهبة، عاد ما كان في حماس، وكنت كتير متشوقة أنه شوف النتيجة بعدين. أنت كنت الفلسطينية يلي بيروح لعندها يمكن أحمد السقا لحتى يرجع؟ لا أنا الفلسطينية يلي هو في نحن عدة أشخاص، أنا بتلاقى فيه وقت اللي بيفوت على إسرائيل، وقت اللي بيقرر هو يتخطى الشرطة ويبلش يعمل أبحاثه لوحده، أنا بدخل عبر الشرطة بنص الطريق تساعده لأنه بعرف أنه هو عم بخاطر. طب قديش اشتغلتي على لغتك؟ كتير. كان معنا على اللهجة الفلسطينية، كان معنا كوتش خاصه يعني هو معني باللغات وبيعرف عدة لغات، عدة إذا بدك لكنات فلسطينية حسب المناطق، وكان عم بيحاول يتابعنا دائما على السات بشكل انه نحكي اللغه المبسطه يلي كل الناس حكينا هلا فلسطيني. لا شيء عباره شيء على الان لكن هن كثير بيقولوا شيء ما بيقولوا شيء، هذا دائما هذا اكثر القصص اللي بتحفظيها.
هلا اكيد نحن كلبنانيين بنلقط كثير اللكنات بسرعه يعني، بس في تحدي. قالوا لك زبطت معك؟ ايه كان كثير مبسوط الكوتش، انا كل شوي ورا الكاميرا يعمل لي هيك انه كثير ولا مره وقفني يعني، هذا الشيء كان كثير منيح. وفيها هي فيها لذه انه تكوني انت كمان عم تتعلمي شيء جديد وعم تكتشفي حالك فيه يعني. ألين كمان كان أكيد عندك مشاركة بمسلسل درب الياسمين يلي كمان عرض خلال شهر رمضان، وبالإضافة للتمثيل كمان كان في حفلات خلال شهر رمضان، آخرها كان مع جمعية أجيالنا يلي مزبوط. هو مهرجان أرابيسك نحكي عنه يلي كمان جمع هيك مجموعة مميزة من الفنانين اللبنانيين. أرابيسك الحلو فيه إنه كان بالتعاون مع أجيالنا والأبسي، وكان عم بيصير بنص طريق فردان حد ورشة الأبسي. الفكرة منه أكيد أنه الناس تجي تشوف شوي كل النشاطات اللي بتقوم فيها جمعية أجيالنا، وجمع عدد من الفنانين اللي أنا شخصياً قسم منهم أصحابي، ومثل مايك ماسي وزياد سحاب، وأكيد قدرت أتعرف على عزيزة كمان كانت ضيفتنا، فكان كتير حلو هالجمعة لأنه بحس نحن يمكن منشبه بعض كفنانين وما منشبه بعض، وبلاقي انه كانت فكره لذيذه انه يجمعونا بنفس الحفله، واكيد كل واحد يطلع يقدم موسيقته. وكان نهار كتير حلو انه الناس قدرت كلها تتجمع لتسمع كل واحد شو بده يقدم، ونحن كمان قدرنا نستفيد من كل النشاطات اللي عم تعملها اجيالنا. قالين بتشوفي حالك انت اكثر ممثله او مغنيه؟ لا اثنين سوا لانه لو ما كنت بلشت بالغنى أكثر. بلشت بالغنى بس انا درست تمثيل واخراج يعني مهم. انا فزت على الجامعه عملت اوديو فيزيوال بس الناس عرفتني كمغنيه لانه شاركت بمسابقات خارج لبنان يعني هيك ثاقبت. بس انا بحب اثنين سوا لانه اول شيء قدر اجمعهم بنفس العمل يعني، بحس اوقات كثيره انه بيقدروا ينجمعوا سوا، وبحب افصلهم كمان عن بعض يعني، بحب اوقات تكون بس ممثله واوقات تكون بس مغنيه حسب اكيد العرض اللي بيجي حسب شو هو العمل اللي عم بينطرح. بس قالين قديش بتلاقي قوه بس توقفي على المسرح وتغني امام الاف من الاشخاص، قد ايه هذا الشيء بيعطيكي قوه وثقه بس تكون عم تأدي أدوارك التمثيلية قدام الكاميرا تكون فعلاً مرتاحة مع الدور يلي عم تأدي؟ أكيد يعني أنت بتعرف بيرات أصعب شيء المسرح والوقفة على المسرح أكان غناءً أم تمثيلاً. يلي بيقدر يتمكن على خشبة المسرح أنه يأدي أي عمل كل شيء بيهون عليه بعدين، أكان تلفزيونياً أو سينمائياً. المسرح أنا بحسه هو التست الأكبر يعني، وقت اللي نحن بنقدر نتخطى مرحلة أنه في جمهور ورهبة، مش عم قوم نستخف بالموضوع لأنه الرهبة دايما موجودة، الأدرينالين دايما أكيد موجود. أكيد بس وقت اللي بتقدري تقومي بعمل على المسرح أكان تمثيلي أو غنائي بعتقد كل شيء بيهون بعدين. ويمكن ذروة الدور إذا كان على المسرح غنائي يعني يكون تمثيلي وغنائي هون بتكون أنت أكيد لك المسرح الغنائي أو حتى الاستعراض إذا بدنا كمان نقول هن إذا بدك يعني عمل متكامل يعني، أنت عم تجمعي كل العناصر الفنية بفرد عمل أكان الرقص أو التمثيل أو المغنى يعني، هون في تحدي كامل للشخص إذا قادر يجمعهم كلهم وينجح فيهم. هلا قالين أنت مش بس إنه درس تمثيل وإخراج، أنت كمان من عائلة فنية عريقة يعني، أنت وصغيرة بكواليس المسارح صح. يعني قديش معودة على هيدا الجو، قدي هيدا الجو هيك أنت متشربة أكيد متشربة منه. ليك أنا ما فينا أنكر إنه متابعتي لعائلتي يعني وتواجدي دايما معهم بتحضيراتهم علمني كتير إشي يعني، فتت على الجامعة بتذكر احد الاساتذة قال لي شو جاي تعملي ما انت بتعرفي كل شيء، صرت اضحك انه بممانة انه انت تعلمت هالشيء بكواليس العيلة يعني. بس اكيد هلا اللي بتشوفيه غير اللي بتختبريه يعني، الجامعة كتير علمتني، الاساتذة كتير تحدونا بمطاري خلوني طلع اشياء. بس خليني اقول انه الباك جراوند ساعدنا، كان عندي باز حضرتني شوي لهالمهنة يعني. قالين بدنا نحكي نرجع عن التمثيل لانه في مسلسل هيك انا حرقه بقلبي يعني، بعرف قديه تعبتوا عليه وقديه حضرتوا له يلي هو شريعه الغاب صح. ويلي للاسف لهلا بعد ما ابصر النور. ليك انا هالموضوع شوي بلش يتعبني لسبب كثير بسيط، انه الناس اوقات تسالني مفكرتني انا شركه الانتاج. انا مثل كل الناس اللي شاركوا، صحيح انا شاركت بالكتابه وبالتمثيل بس انا بالنتيجه ما لي دخله بالانتاج وبكيفيه توزيع المسلسل. نحن اليوم اكيد حرقت قلبنا اكبر على شريعه الغاب يلي صار له سنه ونص خلص تصويره، واللي صار له اكثر من 4 أشهر خالص المونتاج يعني ما بقى باقي غير انه ينباع وينعرض. بعتقد لازم نوجه السؤال لاستاذ ماتيو عقاد منتج مسلسل شريعه الغاب وصاحب شركه اروس برودكشن، لانه في كثير تساؤلات انه اعلاميا كثير انحكى عنه للمسلسل، الناس تقريبا صارت تعرف عن شو بيحكي ومين الممثلين اللي مشاركين. ما بعرف شو الاسباب يعني، انا ما بعرف كيف بتصير عاده سياسه شركات الانتاج مع المحطات،
بس بعرف انه ايه اكيد حلو انه ينعرض المسلسل لانه اساسا بيشبه كثير واقعنا. اخراج مين هو؟ اخراج منصور الرحباني، الكتابه انا ومالك الرحباني، والبطوله لعدد كبير من الممثلين بس يعني من اهمهم باسم مغنيه، جورج شلهوب، واكيد في عدد كثير كبير. يعني اسم الله كلهم اسامي كبار، حتى الادوار الصغيره اسامي كبار. اول مره بتشاركي بالكتابه؟ ايه على العلن. ايه انا كاتبه كثير قصص ضبطها على جنب، بس ايه اول مره اذا بدك بعلن حالي يعني ككاتبه. بس صعب يمكن تتشاركي انت وحدا بكتابه نص؟ كنت فكر هيك، بتعرفي وقت كانوا يقولوا لنا انه مثلا المسلسلات الامريكانيه بينكتبوا من عدد كبير من يعني دائما مثلا كل حلقه بيكتبوها اثنين او ثلاثه او حتى اكثر، كنت اقول كيف بتصير؟ حتى في سكريبت دكتور حدا بيرجع بيشوف 100% بيرجع بيطلع وبيصلح. وقت اللي اشتغلت مع مالك الرحبان لقيت في متعه فظيعه بالشغل، يعني كان كل واحد منا يكتب لوحده ونرجع نلتقى، اكيد نكون منطلقين من فكره معينه، نرجع نلتقى ونجمع اذا بدك الافكار مع بعض، صرنا نلاقي انه كل واحد عم بيكمل الثاني. كثير حلوه انك تشتغلي مع حدا بالكتابه لانه هو بيضيف لك وانت بتضيفي له، وقت تفكري فيها هيك بتقولي مش رح تزبط، بس وقت بتطبقيها لا كثير لذيذه. اكيد انت بترجعي بتعدلي من كتابتك وهو بيرجع بيعدل حسب. اكيد وبعدين مالك بيكتب بالانجليزي فانا كنت عم ترجم كمان، يعني كان عندي شغل ترجمه بال اوكي. قالين بدنا نرجع للمسرح. ايه خلينا نشوف ونسمع يلا. بس عندي سؤال، انت اوقات بتفكر فيني؟ ما بعرف كيف بدنا نفهمها انه هالشخص اللي عم تشوفه من قلت خوضه وخلص. بس غريب كل ما فكر فيك بتطلع قدامي. غريب كل ما بشوفك بتقلي انك عم تفكر فيي. لاني عن جد عم فكر فيك. بس عندي سؤال، انت اوقات بتفكر فيني؟ ما بعرف تقريبا. مسلسل الرؤية الثالثة يلي نزل على شاشة المستقبل مع الممثل بديع أبو شقرة، هلأ مرة جديدة رح تنجمعوا سوا بس مش قدام الكاميرا على خشبة المسرح. صح. بدنا نحكي عن إعادة بنت الجبل. أكيد أكيد بنت الجبل يعني المسرحية يلي دايما بيربطوها باسم أمي، واللي كتير طلبوه لروميو لحود أنه يعيدها. إن الله راد يعني رح تنعاد بعد كم شهر، ورح أتشارك أنا وبديع للمرة الثانية بعمل مشترك، وكتير محمسة لأنه من أجمل التجارب كانت مع بديع مسلسل الرؤية الثالثة. ولليوم بقول وقتها بيسألوني بقولهم أنه ما كنت أعرفه لبديع، تعرفت عليه على السات ودغري صار في كيمستري بالشغل، فهلأ لأنه يعني صار في صداقة ومنعرف بعض بحس أنه كمان رح يكون في متعة أكتر على المسرح لأنه دايما تفاعل مع الجمهور مباشر ويوميا رح نكون عم نتلاقى، فبعتقد أنه في حماس نكهة مختلفة. أكيد رح يكون غير الكاميرا إن شاء الله. يعني بلشتوا بالتحضيرات؟ بلشنا يعني أسبوع الجاي منبلش بالتمارين، هلأ بدي على آخر الشهر ليصير بلبنان لأنه عنده عمل بكندا. بس نحن بلشنا يعني رح نبلش اجتماعات تمارين مكثفة. أكيد أكيد والكاست كله كتير لذيذ، يعني بحس نحن هيك مثل عائلة يعني، فمحمسة كتير. شو أبرز الأغاني من بنت الجبل الآن؟ في قالولي العيد بعيوني وفي شو في خلف البحر، هول من الأغاني اللي الناس وأكيد في أغاني اتخذت من فيرسيون ماي فير ليدي وترجمت للعربي يلي هي أغاني أكيد معروفة عالميا بلندن وببرودواي يعني بيعرفوها من تام الفيلم، بس الاغاني المعروفه هول اللي انا ذكرتهم من ريبرتوار امي. انت يمكن احلى غنيه عندك لامك هي شو في خلف البحر. من احلاهم. ايه من احلاهم يعني. ليك انا ما عندي قبل كنت فضل غنيه على غنيه يمكن على كتر ما كنت اسمعها، بس اليوم وقت بسمع الريبرتوار الغنى اللي عندها اياه بلاقي انه كل غنيه فيها شيء وكل غنيه بتعني لي بمطرح معين. أمك اللي رح تتكرم بست آب بمهرجان الشباب، مهرجان الحزمية للشباب، رح يكون في تكريم للسبع الأطريب. صح. وبنفس الوقت أنت كمان رح بتطلي على جمهور اللبناني وتقدمي مجموعة من الأغاني، أغاني. صح. خاصة بأمك وأغاني يعني قليل لحود بتغنيهم على طريقتها. صح. بنحكي نسمع هلا شيء قبل؟ لا ما بنسمع شيء على بكرة الصبح أبداً. ليه؟ أبداً. أنا عندي صعوبة كثير غني صبح بكير، صوت أولاً ما بيكون فاتح يعني بده شوي هلا معلي ما رح نحاس. لا 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 اسمعي شو هلا بركي ما هي هلا بنشوف شو بنسمع بس تنحكي عن تفاصيل. ايه المهرجان قليل. مهرجان الشبيبة الحزمية يلي سنة منظمينه بيطلقوا فيه ناس عندها مواهب فنية بيعزفوا أو بيغنوا، ورح كون انا عم بختم المهرجان ومن ضمنه رح يصير فيه لفته تكريميه لسلوى الأطريب، اكيد ريبرتواري معظمه رح يكون من اغانيها، وبذات الوقت عم كرم كمان اشخاص يتعاملت معهم مثل استاذ الي شويري ومثل استاذ زكي نصيف، واغاني اكيد معروفه لبنانيه،
وهي لفتة كتير حلوة من بلدية الحزمية اللي عم بكرموا السنة كل الفنانين اللي كانوا مقيمين بالحزمية، سميرة توفيق، سميرة توفيق وأكيد محافظة القلب وأمي، وكل فترة يعني بكرموا حدا، لأنه صمالة الحزمية فيها كتير فنانين، يعني أستاذ وديع الصافي كان كمان ساكن بالحزمية، فهي لفتة كتير حلوة منهم. ولقيتها أنا فرصة كمان، لأنه كتير ناس عم بيقولوا لي إنه ليه ما بتجددي أغاني أمك. هلأ أنا صحيح عم حضر لها حفل ضخم، هذا غير موضوع، لأنه الناس شوي ضيعت بهالحفل، أكيد معظم الأغاني رح يكونوا لإلها، بس كمان في لفتة يعني لفنانين آخرين، بس هي بدك العنصر الأساسي صح. يعني قالين دايما اسمك، يعني شئنا أم أبينا، اسمك مرتبط بسلوى الأطريب، بتعبك هالشي؟ لا ابدا، يعني في كثير كانوا يقولوا انه ان شاء الله ما تعمل عقده من الموضوع، يمكن مقارنه. هلا المقارنه ما فيك تمنعي العالم، مع العلم انه انا بلاقيها ما بتجوز، بس ما فيك تمنعي العالم، دايما بيقولوا اما عملت هيك، هي شو عملت. اول شيء بلشت القصه انه انا وامي ما بنشبه بعض، يعني شكليا ما بنشبه بعض، بيقولوا خامه الصوت في شيء، هذا بالجينات، انا ما فيني اتحكم بالموضوع، بس ما بيزعجني الموضوع، لانه بعرف قد الناس بتحبها وبتقدرها. هلا مسؤوليه علي انه انا ما غلط، يعني انا شخصيتي مختلفه وطريقي مختلف، بس المبدا هو ذاته، طالما محافظه على المبدا بعتقد ماشي الحال. يعني احنا حكينا كثير عن سلوى الأطريب يلي هي دائما حاضره معنا قليل، وبنسمع لها هلا اكيد. عيني قلت لي عطشان، سقيني شوي يا صبي من مية لبنان، من ايدي شربت الشفي لما شفتها ما بتكفي، صيتك من قلبي وعيني على نبع المية، على نبع المية علي، قلت لي عطشان سقيني شوي يا صبي من مية لبنان، من ايدي شربت الشفي لما شفتها ما بتكفي، صيتك من قلبي وعيني على نبع المية. قالين وين كنتوا تلتقوا انت وسلوى، وين كنتوا تختلفوا؟ لكن منلتقى كتير، اول شيء كان في تليباتي فظيعه بيني وبينها، يعني كتير اوقات توارد الافكار كان يجمعنا بلا ما نحكي، يعني نفكر بنفس الشغله، كنا نختلف. انا شوي جريئه اكثر، يعني اذا بدك مغامره اكثر، امي حذره اكثر، يعني كانت بتتوقع كل خطوه بدها تعملها، بتحسب حساب، انا حدا بيطحش وبعدين بينتبه للعواقب. هلا تعلمت منها كثير، تعلمت، بس بالنتيجه الانسان عنده كاركتير، يعني ما فيك تجي تغيري طبيعتك، بتحاولي تشتغلي عليها. هي رايقه هاديه كثير، انا لا، يعني انا نار دائما وولعانه، بس معظم الاشياء كنا نتفق عليها، يمكن لانه هي ربتني على مبادئ انا اقتنعت فيها، يعني هي عندها كانت طريقه بالاقناع، ما بتجي بتفرض عليك رايها او بتقلك هيك صح وهيك غلط، تجي تطرح لك الموضوع وبتفرجيك اذا بدك شو الاشياء المضره فيه وشو الاشياء المفيده، وعليك انت انه تختار. ويعني ايام كنت تسمع منه وايام لا، مثل ما تقول يعني كنت بغامره، يمكن بعدين تحسي بال صح، بس كل ما بتكبري بتصيري تقتنعي اكثر، يعني كنت اسمع لها اكثر كل ما اكبر. قبل وقت تكوني بعدك مراهقه في قصص انت مقتنعه انه بدك تعمليها، بعدين ارجع استوعب انه لا، يعني اللي عم بتقوله كنت اوصل له، فصرت اقتنع كثير باللي كانت تحكي. طب بدي هلا من محيطك العائلي انت بتسمعي وبتاخده وبتعطي معهم، بما انه مش من حدا الكل بالفن. ليك معروف انه اللي براسي بدي اعمله، بس انا حدا بيسمع، يعني بحترم الاراء. هلا بسمع، بس مش ضروري اخذ بعين الاعتبار. لا بحترم كثير، بس اذا شغله كثير مقتنعه فيها بكون عارفه ضمنيا انه قادره اعملها او قادره اوصل لها. هلا ما بيمنع انه وقت شخص يكون عنده بعد نظر اكثر منك او عنده خبره اكثر انه يوجهك، يقول لك انه توقي، خففي، انتبهي، باخذ بعين الاعتبار، ممكن يقنعني هالشخص، بس اذا شغله كثير مصر عليها ومقتنعه فيها لا انا بقرر. طب بتاخذي براي حدا من برات الدومين الفني، يعني حدا من اصحابك المقربين او شيء، بتاخذي برايهم؟ ليك باخذ برايهم، لانه كثير اوقات الناس اللي من برا بتقشع غير اللي نحن بنشوفه، واوقات بتقشع صح اكثر، فممكن كثير انه اخذ بعين الاعتبار. كثير حلوه هالصوره.
لا بتشبهيها شوي قالين ليك بمطارح بيقولوا ايه بس يمكن لانه يمكن انا شقره وعيوني ملونه وبعدين امي طويله وبيرت شبهها اكثر فخر لالي اصلا علين علين يعني هلا كنا عم نحكي عن عائله لحود فقدت مؤخرا من عزيك اكيد بفقدان سميتك علين لحود الصحفيه كانت كثير ملهمه لكم بكل المجالات يعني مع انه هي كانت شوي بعيده عن اجواء الفن كانت اكثر من غمسه بالسياسه بالكتابه صح كانت ملهمه حتى لك كانت ملهمه للكل واللي ما بيعرفوا انه هي لها الفضل يعني تقريبا على الكل انه فاتوا بهالدومين هي اللي اطلقت عمي روميو ايمنت بموهبته وطرحته على لجنه مهرجانات بعلبك وقالت لهم انه انا خيي بيقدر يعمل مهرجان وبوقتها كان تحدي كثير كبير انك تطرحي اسم ما حدا بيعرفه بالفن ويروح على بعلبك دغري يقدم صح. مهرجان يعني مع اسامي كبيره فالها الفضل علينا كلنا لانه هي كانت كاتبه حتى انه شاركت بكتابه عدد كبير من المسرحيات يلي قام فيهم روميو ببداياته وسقفتها الواسعة وكنا نعتبرها أمنا كلنا لأنه عم تقالين ضحت بحياتها كبيرة العائلة ضحت بحياتها كرمال إخواتها ربتهم هي بعدين اهتمت فينا نحن يعني أولاد إخواتها فاليوم نحن منحس أنه في عنصر أساسي بالبيت راح بتحس أنه كيان العائلة انهز وبعدنا لليوم يمكن منبتسم منحكي منحسها بعدها موجودة يعني أنا اليوم بعد ما كتير استوعبت أنه عمتي تركتنا إذا بدك جسدياً وكانت فعلا ركيزه اساسيه للكل مش هيك كلنا شوي ضايعين اليوم بفقدانها وبعتقد الجسم الصحافي كمان يعني هي كانت ثاني صحفيه بالشرق الاوسط فرانكوفونيه ف يعني عنصر اساسي وبعرف من حكي الناس حوالينا قديش كانت مهمه نحن بنوجه تحيه كمان لروحها قالين بالاضافه الى نشاطاتك الفنيه انت كمان نوعا ما سفيره نوايا حسنه خلينا نقول ودائما بتمثلي قضيه معينه وبتلتزمي فيها في هلا كمان مهمه عم تقومي فيها يلي هي خاصه بالنيونات فند صح يلي هي صح هو مثل بس تنحكي اكثر عن هدف الجمعيه تعنا بالاطفال يلي بيخلقوا قبل اوانهم ونحن يعني اذا بدك ما كثير عم نضوي على هالموضوع في كثير جهل بالنسبه لهالموضوع انه هيدا مرض انه الولد يخلق قبل اوانه نحن عندنا فكره انه بينحط بالكوفيز وبتخلص هون ما بنعرف انه في عندنا مشوار كثير طويل بالعلاج لانه في كثير اولاد بيخلقوا بالشهر الرابع او الخامس او السادس حتى وهن بحاله خطره جدا وفي معاناه مشان هيك جمعيه النيونات قامت بخطوه كثير اساسيه يلي هي مستشفى خاص ضمن مستشفى الجامعه الامريكيه يعنى بهالاطفال بيتابع لهم علاجهم بيهتم خاصه بالحالات المستعصيه يلي الاهل ما قادرين يتكلفوا فيها لانه تكاليف كثير كثير باهظه يعني بنوصل لمرحله انه بيموت الولد لانه اهله ما معهم مصاري يعالجوه نحن عم نحاول نضوي على هيدي القضيه ونقول للناس انه انتم واعيين على بعض الامراض بس هيدا مرض الولد اللي بيخلق قبل اوانه هيدا مرض عنده مشاكل بالقلب بالشرايين يمكن بالدماغ وبده متابعه طبيه وحتى في امبولانس انعملت خصوصي لينقل الولد يعني بالحاله اللي هو فيها لها المستشفى تيقدروا يتابعوا له علاجه وهون في معاناه للاهل كمان يلي كل يوم بدهم يجوا يقضوا وقت مع ابنهم او بنتهم لانه مش قادرين انهم يحملوه معهم على البيت فأنا هون بوجه تحية لكل القائمين على نيونات ما بدي أسمي أسامي لأنهم كتار وللأمات يلي هن عانوا من هالموضوع قبل ما تتأسسوا وخاصة ست رادا صواف يلي هي رئيسة جمعية نيونات يلي عانت من هالموضوع تقدري تقوم بهالمبادرة فأنا بشكرهم أنه اختاروني لأنه أنا كمان كان عندي جهل بهذا الموضوع نعم قالين نحن توقف هلأ مع بريك صغير ونرجع نكفي حديثنا معك